على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان كمنم بلاي يا عبادة ورنو يا رمضان مواجا ميتمنو غي عبادانو بمن سراو يا عبادة متقلك لرمضان واقع مستأتشن الناس هيا لنا معناتنا كاي بعدا بتزنقان كتر لرمضان يمنسة تواقع كلا ليا درقنون معناتنا برمضان كم منا كنا وناتشو تريلك عبادة وشست عندو قيام الليل انو تراوح معنات ليلة نقر عدل قيام الليل يليلي تونك فلقزي بمسجد ما سالف معناتنا صلاة الليل معناتنا صلاة التراوي قن بما هلاي ترويحة هي ترويحة ميبال رفت نقر لنا ترويح سلالو يا معرف بمحل عرات عرات ركع يسجدوا رفت يا درجو سلنا برا كذا قوي أنا ونجي يا صلاة الليل نو بمساراته صلاة الليل صلاة التحجر صلاة التراوي نزي تكرار ربي نجروج كإيش أبوها أنا فجر سكي فجر درس يمي سجدوا صلاة وش ناتشوا بنجرات شلا يا ولا شو متعو كتلا شو بيجي جنب تعلمون كرمضان وش نسجدوا يا نبرو قيام الليل رمضان وش نسجدوا رفت يا درجن بيا محلو بجمع سنسجدوا تراوي يمي سيام يا جنيل سلازي قيام الليل مالتنا ليلة مستر اللوم تراوح يميلون سيام ياقين يبت مكنات با تلايد اقمو با تلاقو عمر رضي الله عنه زمن صحابوك عند الله يتسبسبو بجمعة مسجد سيجمرو بتقام هين تراوح سلات كما فلقات شي تنسى تام رجاجم آية وج سورة وج يكرو نبر اسكي داك مدرس مكو ماكو تواتشو مسوسو لا يسكي دقفو درس إلى آخره بزيه ملكو تراوحن يمسجد في اللاغوت نبراتشو دكامون يو لنتنش لمكاد ناس بي مهالو رفت يادرقو نبرا راحا يوسدو نبرا ترويحا يادرقو نبرا كزيبا من نسات تراوح ميل سيامي آقينيا مالتنو رمضان لا يدمولو نبينا صلى الله عليه وسلم حديث لي من قام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه رمضان عامنو بيت كالله اجر فلغوبت ايهن الله بسنانت بنيا لا يدنغغو دنغاغي نو بلو ايهن بمادرغي دغمو اجر اغنيبتاللهن بلو يسجد سو وانجلو يالفو بمولو يمارلتال بلو تناغروال سلازي مبرتاچام ستوال نبينا صلى الله عليه وسلم كصحابوچاچو غار رمضان لاي ለሊስ ሲሰግዱ ሱሐቦቻቸው ከአንድ ሙለ 3 ቀን ተከተሏቸው ሰግደው በመጨረሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤታቸው ሳይወጡ የቀሩበት ሂደት ነበር። ሱሐቦች ደግሞ እሳቸውን ለመቀስቀስ እንዲወጡላቸው ሙከራ አድርገው እሳቸው ዝም አሉ። ጧት ላይ ሲነጋ ለሊስ ተታደርጎ የነበረው ተንከስካሲያችን ሁሉ አውቂያለሁ ሰምቻለሁ ነገር ግን አላህ ግዴታ ያደርግባቸዋል ብዬ ስለፈራሁኝ ነው እንጂ አብረን ብንሰግድ እኔ ማይከፋኝም ነበር አይነት ነገር ተናግረዋቸው ነገር ግን ዋጅብ እንዳይሆንባችሁ ስለፈራሁ ነው ብለዋቸዋል። ስለዚህ ለሰዎች በጋራ መስገድን በጀማዓ መስገድን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገዱን አሳይቷል። ነብዩ ካለፉ በኋላ በካቦክርም ዘመን በኋላ በዑመር ኢብኑል ኸጣብ ዘመን ሱሐቦች ተበታትነው ግማሹ መስጂድ ላይ 1 3 5 10 ይሆኑ አንድ ኢማም ያደረጉ የሚሰግዱበትና ዝብርቅ ያለ አንዱ ድምጽ አለ የሌላውን የሚረብሽበት ሂደት ነበር። ኋላ ላይ ያው ታሪካዊ መጣጥን ስናነሳ ነው ዑመር ለምን አንድ ላይ ተሰብስበው በአንድ ኢማም ስር ሆነው ሁሉም በጋራ ይሰግዱም የሚለውን ሐሳብ አነሱና እንደነ ኡበይ ኢብኑ ካዕብ ሌሎችንም ጥሩ ቁራዎችን ፈልገው እናንተ አሰግዱዋቸው እናንተ ከዛ በኋላ ተከተላችሁ ስገዱ አሉ። ዑመር ግን ለራሳቸው እቤት ነበር ገብተው የሚሰግዱት። በነገራችን ላይ ረመዳን شهر القيام ነው የምንቆምበት ሰላት የምንሰግድበት ታላቅ ወር ነው። ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉናል من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا رمضان ور البليل حديث لي من صام رمضان ملال رمضان يصوم مع الله امنو اجرين بمصومي كالله اغنياله بلو بماسب وسطنا استكاكلو يصوم سو يالفو وانجلو يمارلتال قالو بزي حديث دغمو من قام رمضان يعني قيام واغا اندالو سينغرو يا رمضان ور قومو يسجد ياسلفه بالله يمننا عندهم يما قومون من دارنا اجر كالله بتشا سوتش قوامي سجاج انديلو سايحون كالله بتشا اغنيالو بلو بماسب باخلاص يقوم سو يالفه وانجلو يمارلتال بمالت يي رمضان ور وسط
قيام تلك بوتان دالي تقومنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم سلاة التراويس النانسة هلت نقر متاوكي على البتال تلقوا نعا هم النشاكين سووا سلاة التراويس يتواج الله يلا يميلو كمهنم قاراقن سلاة التراويس عند سو كفرد سلاة وجه يلا أفضل العبادة مبالو أفضل السلاة صلاة في البيت إلا المكتوبات بالوال أبيت وست يمي سقر سلاة كفرد سلاة وجه كالله لو بلاج نوت بالوال عمر أبيت أتشونا برمي سقروت ليلو يتم صعبوش بقل أتشو بقلو براسو يتمام منسو ليلة بتلي ليلة تو عند سوستان ياسيك أرو بزا ساعة سقر اللي على سو أبيت بي سقرو تمراج نو هيقن يو كالن إيمان دكمت كاكماتن أنصار سنايو أنا درغو بزوشي منيوتال نجرغن بيتك غبوال أنكل في زواتشو بزاولا صورون كوما نسات لسوي سينجر أجدو يميتاي باتاج باجنالو سلازي من دنو يتشالو ماتالاي هيمن كاما رمضان إيمان واحتسابا رمضان عم نوبت ليلوني كوما سوي ميلون بغاراي هون نجرسي ونموي كالا لمي بانجرال بغاراي مي هون نجر بجماعة السراء قال اللي مالتنا عبروك والدنيا ومولهم سينور ترو إمام سينور لبسالي لبتشاو كونا ويقرآن على أحفظة قال هنا ويمدمو يكرر راسو اندي قال هنا لكبدو يشيل البمسارتو كازيها قويا صلاة التراوي بتالي دكام على هنا لني عينتو بيتي لنانت لدكام وچو لني عينتو وچو سووت عند لاي بجماعة مسجدو يتمرتنو لازي دمو أول الليل نبر يسجدو ينبر السلافوك يمجمراو للي تعون نيان دم نسجدو تراوي بالي أسران دمي سجد بتوطع لك النويترو هاي صوت يمي سجد بطال ليه كسلفو تحكابي بطلع يعينت ملكو يتجنن ولا تومي تشال على بلو ولا موت يسكمت وتنقرنو بدعم بمية ساز ملكو جن بطلع يوتل كاشا مكنياتوش يهنن تهلاك ور بما يربانا قرس الناس اللي فوق يستوار البطل يلا لي تون كفلة جزء شو بمية بارونا قر بنقرش الله كانون يا سان بلا الناس عن تتأم سلف بتشال لهم مشتم يا رمضان ورنو كبر علو يا رمضان كانو وغاندا لو كبرندا لو لا مشيتو من دزاو فزي افطرن مالت يتلايو ونجلوش تفقدو مالت ادلم عباده ياسفلغم مالت ادلم قال لاي مقرات اندالبن اندو بلليتو يمنا درغاچو عباده نو واغا يالاچو قيام ليل لا مشيت لا يميكون تلق عباده نو نا ياو يمنا البات عندو مكنيات ليون يچلال صوم የሚባለው ነገር ዋጋ ያለው በቀኑ ክፍለ ጊዜ ብቻ እየመሰለን ምሽቱ ላይ አንድ አንድ የመዘናጋት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ ይሄ ያው መስተካከል ያለባቸው አመለካከቶች ናቸውና ኢንሻአላህ ይስተካከላሉ የሚል እምነት አለኝ على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر المهم صلاة التراوي يهني حال كان بهالا صلاة التراوي زاري عابزانياو سو صلاة التراوي هلاي سيزنا جاي من نايبت يدت الله عندندي صلاة التراوي هلاي سووت يجمروتنا اوقارتو يميوتو سووت شالو تراش دمو عشاء سجدو انكلف يازن بلو يوتونا بيجات بيتو بيكافتيرياو بيجوس بيتو بمنامن سينكواللو يميولو وندوچم يميامشو وندوچم سيتوچن من نايالن عندن كزي رمضانو لاي راسو سو يسجد نسو بمسجدو زوريا بارلو بكافيوش بمنام بچات بيتوش سيانجاب ببوسناي تمالسو نيا سجدن سنوتا هولونو منزان سوچ ناگنياچوالن ሰላት ውስጥ ሲቆር ረጅም የሚመስላቸው ማለት ነው ከሰላት ውጪ ሲሆኑ ያዘዙትን ጁስ ሳይጠጡት ሌላው ሰው ጨርሶ የሚደርስባቸው ያዘዙትን የሆነ ነገር ሳይቀበሉ የሚደረስበት ሁኔታ አለ እንደው ልብ ብሎ ሰዎች ቢያስተውሉት በጣም ትንሽ ሰዓት ነው አይታችሁ ከሆነ አሰጋገዱ ማክሲመም አንድ ሰዓት ከ10 ምናምን አንዳንዱ ደግሞ መስጂድ ፈጠን ብሎ ሲሰገድ 40 ደቂቃ 35 ደቂቃ የሚሆነበትም ሂደት አለ እናቃለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተራውህን በአግባቡ ሰግደን ይሄን ወር እንዳንጠቀምበት የሚያደርጉን በርካታ ምክንያቶች አሉ። ውጫዊና ውስጣዊ ምክንያቶች ብለን ልናስቀምጣቸው እንችላለን። አብዛኞቹ ግን የራሳችን ምክንያቶች ናቸው። ራሳችን የፈጠርናቸው መሰናክሎች ናቸው። ተራውህን በአግባቡ እንዳንሰግድ ያደረጉን በዋናነት ከሰል ወይም ደግሞ ስንፍና የሚባለው ነገር ነው። ስንፍና አንድ ነገር መስራት አለመቻል አይደለም። ዑለሞቻችን እንደሚያብራሩት አንድ ነገር መስራት እየቻል ካለ መስራት ስንፍና ይባላል። መስገድ እየቻል ካለ መስገድ፣ ሰደቃ መስጠት እየቻል ሰደቃ አለ መስጠት፣ ቁርአን መቅራት እየቻል አለ መቅራት ይሄ ስንፍና ይባላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከስንፍና እንዲጠብቃቸው ሲይጽይም አጸኑታል። ሰይቦ ሆኖ ሐዲሶች ላይ እንደተገለ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ለነ ብራጅ ማለት አንድ ነገር ማድረግ አለ መቻል ነው አቀመቢስነት ማለት ነው።
የማልችለውን እንድችል አድርገኝ ይያሉ ነው እንኳን የምችለውን ነገር ሳይሆን እንዲሁም ደግሞ የምችለውንም እንድሰራ ብርታቱን ስጠኝ ሞራሉን ስጠኝ ወኔውን ስጠኝ የወኔ ማጣት ነው የኢራዳ ጉዳይ ነው የውስጣዊ ፍላጎት እስካለ ድረስ ልክ እንደሚባለው ከልብ ካለቀሱም ባይገድም ነውና የተራዊህ የሚባለው ነገር ዋጋ አለው በዘንድሮ ረመዳን ህይወቴን መቀየር አለብኝ ወደ አላህ መቃረብ አለብኝ የሚል ውስጣዊ ፍላጎት ካለ ተራዊህ በጣም ቀላል ነገር ነው እኛ ጋር እኮ በጣም የሚከብድ የተራዊህ አሰጋገድ ያለባቸው መስጂዶች ብዙም አይደሉም ብዙ ሀገሮች እኮ አሉ በጣም የሚገርም በሆነ መልኩ በጣም በርካታ ጁዝኦች የተነበቡ ተራዊህን በጀማዓ የሚሰግዱ የአላህ ባሪያዎች አሉ ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው ውስጣዊ ኢራዳ ካለን ይሄን ስናጣ ያው ተራዊህ የሚባለው ነገር እንትን ይለናል ማለት ነው ያ ሆኖ ሰው ምንድነው ወስዋስ አለ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ነፍስያም ደስ የማይላት ከኢባዳው ለመሸሽ ስትፎታ አረፍት የሚሰማት አይነት ነገር አለ ኢማም ቢኖረን ኖሮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቢያቢላል ብለውት ቢላል አዛም በለና በሰላት አሳረፈን ነበር ሚሉት አረፍት የሚሰማቸው ወጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ፊ ሰላት ያይኔ ማረፊያ አላህ መደሰቻ ያደረገልኝ ሰላት ነው ብለዋል ያንንም ብናውቅ والله ምን ያህል እንደሚያስደስት በተለይ ደግሞ ቁርአን ጥሩ ቃሪ ከሆነ ጥሩ ኢማሞች የሚያሰግዱበት ጥሩ ድምጽ ያላቸው ቁርአን እንግዲህ በጥሩ ድምጽ ሲቀራ ቁርአንን በውበት ላይ ውበት ይጨምርለታል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ምናልባት ያለንበት አካባቢ አቀራሩ ምናምን ብዙ ማይስበን ከሆነ አቅም ካለ መኪና ትራንስፖርት ካለ የተሻለ ድምጽ ያለበትን ቦታ ሰግደን ልንመጣ እንችላለን። ምክንያቱም ቁርአኑ ጥሩ ድምጽ ባለው ሰው ስንሰማው ማለት ነው ገፍላችንን ቅልፋችንን ሁሉ ሊጠፋ ይችላል። በተለይ ደግሞ ትርጉሙን እናውቀው ከሆነ ረመዳን ላይ ተመስጠን በኹሹ ሁሉ ለንሰግድ የምንችልበት ሂደት አለ። አንዳንድ ጊዜ የሚቀራውን የለቱን እንደው አማርኛ ቅዱስ ቁርአን በኦሮምኛም የተተረጎመው በሌላም ቋንቋ የተዘጋጁ እንደ ቋንቋችን ትርጓሜውን ከእንግሊዝኛም ከምንም አመሳክረን በደንብ ብናየው ቃሪው ሲቀራ ራሱ በተደብሩ ማለት ነው በደንብ በማስተንተን የበለጠ ልንመሰጥና ኢማናችንን ሊጨምር የሚችልበት ሁኔታ አለ። እግረ መንገድ ግን እኔ ለዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ተራዊህ ብለው አንዳንድ ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ከቤት ወጥተው ወጣቶች በረመዳን ላይ ደስ የማይል ስራ ሁሉም የምናነሳው ነገር ነው ሲሰራ እናያለን። በመስጂዶች አካባቢ ለኸይር ብለው ወጥተው ቀን ከሐላል ምግብ የተቆጠቡ ሰዎች ለይል ላይ ሐራም የሚሰሩ በሐራም የሚያፈጥሩ እንዲህ አይነት በጣም አሳፋሪ ድርጊቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ በየምናምኑ በየገስታውሱ በየምናምኑ እንዲህ ሲልከሰከሱ የሚሉና እናት አባታቸው መስጂድ ላይ ቆመው እንደማቸው መጣው አይነት ነገር ተብሎ ሴቶች መስጂድ ገብተው ሾልከው የሚወጡበትና ቶሎ ተመልሰው የሚመጡበት ልክ ሰው ሲወጣ እንደሰገደ ሰው ይሄ ኒፋቅ ነው በመሰረቱ ይሄ ከንፍቅና ጋር የተያያዘ ነው። ማንንም አይደለም እናታለለው ራሳችንን ነው እናታለለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خالق السماوات والارض يملكتالنا እንደ በረመዳን አባያ ለብሰን ጂልባብ ለብሰን መቅለሚያ ለብሰን እንደ ዲነኛ መስለን በዛ ሰዓት ፈሳድ አንዳንድ ጊዜ ሌላ ዲን ተከታይ የሆኑ ሰዎችም አብረው በዛ ሰዓት ፈሳድ ለመስራት እዛው አካባቢ ላደን የሚመጡበት ሁኔታና የኛም ደግሞ ራሳቸው ለመታደር ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ሂደት እና ያለን ይሄ ሁሉም የሚያየው የሚመሰክረው ነውና አላህን ልንፈራ ይገባል። እዚህ ላይ አመጋገብ የራሱ ተጽኖ እንዳለው ሰላት ተራዊህ ላይ ይታወቃል። ብዙ ከበላን ሆዳችን ስለሚከብደን ብዙ መደካከምና ረፍት መኝታ የመፈለግ ነገር አለ። አለባበሳችንም ራሱ ያለንበት ቦታ እንደውም አንድ ሐዲስ አስተዋወስከኝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁሙዓ ቀን እንቅልፉ የመጣበት ሰው ካለበት ቦታ ተነስተ ሌላ ቦታ ይቀይር ያሉበት ሐዲስ አለ። ቦታ ሲቀይር እንቅስቃሴ ሲያደርግ ንፋስ ወዳለበት ቦታ ወደ ውጭ ሲወጣ እንዲህ የተወሰነ በሚያደርግበት ሰዓት እንቅልፉ ሊሄድለት ይችላል። ስለዚህ እንቅልፍ የሚያስቸግረው ቀን በስራ የደከመ ጉልበት የዛለ ምናምን ካለ በተቻለ መጠን ወደ እንትን ቢያደርገው ኋላ ንፋስ ወዳለበት ቦታ ላይ ቢወጣ ከሙቀቱ ውስጥ ወጣ ብሎ ኋላ ላይ ቢሰግድ ምናልባት ያንን ገፍላውን ሊያባርለት ይችላል። ይሄ እንግዲህ ሰው ራሱ የተሻለው የትኛው ነው ለምሳሌ ቡና ፎጡር ላይ ቢጠጣ ትንሽ ሊያነቃቃው ሻይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ደግሞ ማያስፈልገው ሰው ሊኖር ይችላልና ንፋስ ብቻ ሊበቃው የሚችል ይሄ እንግዲህ ራሱ ግለሰቦች የተሻላቸውን የሚመርጡበት ሂደት ነው። ስንፍና ምንን ያስከትላል? አሁን ያልካቸውን ነገሮች በጣም ሰነፎች ስለሆነን ገደብ ባለፈ መልኩ እንመገባለን። ምግብ ላይ ረጅም ሰዓት እንቀመጣለን። ይሄ ደግሞ ምንን ያመጣል? ያው መሰላቸትን ድብርትን ምናልባትም እንቅልፍን ያመጣል። ይሄ ከሰል ውጤት ነው። ምናልባትም ከሰል የሚባለው ነገር ከምግብ ጋር ብቻ ሳይሆን ተራዊሁን ትተን የምናደርገው ነገር አስቦስኪ
بتلي يكتموا الوتاتوج بالناس بتخيرنا إيه ما يدقم قد اللي هو نيشلال يكتعون رمضان الناقنيو الناقنيو من ما ينتوسطنا إلا نم لذين الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ قالوا من أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رمضان قبته برمضان تلوته يا الله تقروا باريا هونو وانجلو سايمار اللت رمضان يوت أبتنا يا ملت أو سوى الدلبيسنو يترقمانو كذي بلا الدلبيسنت يلا منا تراوي حنت تن يمنا درقو نقرنو سنفرنا تشنن المياس عيو تراوي حنت تن بيا كافيو تسبسبا شايب الناس من النو من الناس علفو من الباتم ترى يحن تتل ام تجبي الهونو درجتو شلاي تسمارتن على جلس النادرجو كتب على من البات كوتش بلا مك ام ليوني شلال بيا شيشابي تو ليوني شلال هي عند لراس واقع كم يسات سويا ما يتبك نو انكوان برمضان ورا دلم كرمضان موج كعند مسلم يما يتبكو دام سيا في هونو تكبارات ناتشونا تراهيني مسألة ولا الله موادك إني مسألة عبادات تل ما يربونا قروش لي مسألة مارات يا سنفنا تشن مقلج عنو على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر ليه لو يسنفنا تشن مقلج تراويح انتتن قطتا ود انقلف مامرات ليون يجلال تراويح انتتن بقطتا ود تلايو يتلايو سغاوي فلاغوتاچن اللي ياركو ميچلو تلفزيون بروغراموچ مكتاتل ليون يجلال بدا بمياسازن ملكو رمضان ور سيمتا ሁላችንም እንደምንታዘበው በጣም አጓጊ የሆኑ ፊልሞች አጓጊ የሆኑ ተከታታይ ሲዝን ያላቸው ድራማዎች ሙሰልሰሎች በዚህ ወቅት ላይ በፕሮዲውስ ተደርገው ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ ይደረጋሉ በነገራችን ላይ ቆም ብለህ ካስተዋልክ በርካታ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን በተለይ ፊልሞችና ድራማዎችን ፕሮዲውስ የሚያደርጉ አካላት ጀርባቸው ሲጠና ለእስላም ቀና መልካከት የሌላቸው የሚዲያ አካላት ናቸው እኛ ያው በዋህነት የዚህ ሚዲያ ሰለባ የምንሆንበት አጋጣሚ አለና ያው በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል ስንፍና የሚባለው ነገር የብዙ ችግሮቻችን ምንጭ ነው በያስባለሁኝ አው ፈሳዱ ከበዛ ምንም የሚደረገው ነገር የለም አንድ ነገር ተዛለኝ ይሄንን ታሪክ ሳስታውስ ኢማሙል ቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስ ላይ እስራኤላውያን ወንዶችም ሴቶችም አንድ ላይ ነበር ጸሎት የሚያደርጉት ለሰላት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኋላ ሴቶቹ ወንዶቹ ጋር በተቀላቀሉበት ሰዓት ሾው እንዲ ለመታየት ምናምን የተወለ አንድ አንድ አክቶችን ማሳየት ሲያበዙ አላህ ሃይዳቸውን አበዛና ቤት እንዲቀሩ አደረጋቸው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሃይዳቸው እንዲበዛ ሃይድ ካለው እንግዲህ ሰላት አይሰገድም ስለዚህ ወደ መስጂድ እንዳይመጡ በእንዲህ አይነት አላህ ያቀባቸው ጊዜ ያለና አንዳንድ ጊዜ አላስፈላጊ ነገሮችን በረመዳን የወሩን ክብር ማለት ነው በረመዳን አጅሩ እንደሚበዛው ኸይሩ ነገሩ ከፍ እንዳለ ሁሉ በረመዳን የሚሰራ ወንጀሉም ደግሞ የዛ ነው ያህል ሊሆን ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወሳኝ ጊዜ ነውና ረመዳናችንን መጠቀም አለብን በረመዳን ሰዓት ላይ ወደ ኢባዳ ማንሰራ ከሆነ በተለይ ለሴቶች እቤታችሁ ብትቀመጡ ይሻላል እቤታችሁ ኢሻችሁን ሰግዳችሁ መታዘጋጁትን አዘጋጅታችሁ ጥቅልል ብላችሁ ብትተኙ ይሄ ይበልጥላችኋል ማይሆን ከሆነ ማለት ነው ውጭ ወጥቶ ሌላ ነገር ከመስጂድ ከመጣችሁ ቀጥ ብላችሁ ግራቀኛችሁ ሳታዩ ወደ መስጂድ ገብታችሁ ሰላታችሁን ሰግዳችሁ አብራችሁ ከመጣችሁት ሰው ጋራ በሰላም መመለስ ነው የሚገባው ወንዶችም ደግሞ በዚህ በኩል ማበረታታት እህቶቻችንን እንዲ ወደ ኢባዳ እንዲመጡ ፈሳድ ነገሮች እንዳይሰሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋልና ሌላኛው የተራዊህን ኢባዳ በአግባቡ እንዳንከውን የሚያደርገን ምክንያት የረመዳንን ቂማ ዋጋ በአግባቡ አለመረዳት ነው ወይደሙ በሌላ አገላለጽ ረመዳን ብዙዎቻችንን ደስ የሚያሰኝን ረመዳን ሲገባ ድባቡ ነው መንፈሳዊ ጉን ነው አይደለም ግርግሩ ደስ ይለናል መብሉ መጠጡ ሰው ግርቡ ለዚህ ነው በጣም እዚህ እየተሰገደ ከመስጂድ አጠገብ ሻይ ቡና ምናምን ይባባሉ እስላማዊ አለባበስ የለበሱ ሂጃብ የለበሱ እህቶቻችን ግርግር ሲፈጥሩ ኢባዳው ምንም ትኩረታቸውን ሳይስም ያአላህ ቃል እየተነበበ ሻይ ቡና ሲባባሉ ዘና ብለው ሲያወሩ ሲስቁ ጫት ሲቃም በየመስጂዱ ዚውሪያታ ያለ ሲጨስታ ያለ ግራ ነው የሚገባ ቁጭ ብለህ እኮ ብታወራቸው ረመዳን ደስ ይላል ሊሉ ይችላሉ ግን ደስ ያለን ምኑ ነው ይሄ ወከባውና ግርግሩ ነው ወይስ መንፈሳችንን ምናደስበት
تلك تحدثه واستوي تحدثه لعمة علن يميتشن تلاك ورسله هنا نو إين بعقباب وعلى مردات إنكون تراوي هنا دلمكو سوفي سلاتمكو ميال في بتعقد عمي على رلا مندي دايلون مش تلاي دعية درجن الناس على في بالن تراوي سوفي ساي سجد من أين الدعاء نو سوفي ساي سجد بجماعة كتشولو يكامو يللي تون كفل جزي ما سالف هي دعاء مقلج عدلهم هي إبادة عدلهم هي من دونه يمن في المودة أجنن أنت نيادر رجنو في اللعو تأجنن أزنب على أجنن يانس أبارك أنجي يرانا ضانت تكامي وشي يهون عدلهم لما لا تهلنو صلاة التراويح لا يسوي ميزان أجاو بابزان يا ودقمو ما تشنو أول رمضان لا بس وجزء سووش يمجم راسرك أنا وش من أنت نيلالو بوهلا هاي ناو يلا فسيمة تا بتلاي يمجر رشاو تراك لا فتنا تأجنن مجمبر قلوا بتأجنن قدي يمجر رشاو فتورا داري أبو موسى الأشعري حديث الله تلانتنا شراتنا لا يتكلم من استروان ستوتي نبر عند حديث الله أبو موسى الأشعري عنده بمشي الرشاعر مساعاته لا يعرفه مويسي بالو أيضا لم تورا داري فرزوج كل روتو روتو مجمرة كل كليلة وقارهدو مشي الرشاع زورو ليال كسيلنا مدرشة أبو طالع يسدنا فترة مجمرو تزالينو مكنياتهم يا إما بكيوم على تنو إني برواج إن كان بنمسلو رواجوج كل روتو مشي الرشاع لا يشل ما تقول ما غنيت يمشي الرشاع وتراك زور لاينو زور أشوني مياكر روت نا شلماتو غاي ميدر سوو مجمرا لا روتو بوحالا انت نيميل اندارواراچ انجي انداسواسوامينا انداساغاغاج ليليلاو انتنو انجي لوتيت سايبقا محل لا يميقربت هيدتالنا مچرشاو نو الاعمال بالخواتيم يتبالو سراوچ بمچرشاچو بفصامياچو نو تبلوالنا انيام بتلي بزي اخر رمضان لا يبلط من برتابت غلبت يمنچمربت ساسل هونا تراويو لا بتام يبلط اندوم كتراوي عالفن مسجد الاعتكاف أدرن بقول لك شيء من سجدات شو زلات وشلو لنا بزاي من نشلبت ملك ما قعد عميون للناس اللي فو عاي جبان يبدا عم مسرتين قرنا يا رمضان منفساوي تكمن بعقباب وعلى مردات اندينا تكوسوس تكتنا الله عز وجل لعلكم تتقون علو يا رمضان صوم بنان تلاي قد يتدرجوا الله انت تتنك اكو تزين ديلا تقوى منفساوي قدينو الله مفرات كوست أمي من الجناجرنا لزينو لعلكم تتقون ميلون متلواني قرآن آية عندنا علماء تشين سيابرار رتمني لعلو آية تتقون البعث يعلو وانجلن مت أنك تشيلو زند سومن بن أنت لا يقديت هذا الرجل سلزي بس أوموست كت أي أفتك بارات مراك يال تشالسهو ما كم للوت أي شيء من العلم لم يتوب في رمضان هل يتوب إلى العلماء يا وبزوج زين ما عليه علم جي كرمضان توبة إلا من المال تعالى رمضان هي مسألة توبة هي مع الرج عقد أمي عقنتو يالتلوت أسو توبة على الرجس يال على الرجسو ودع الله يالتملسو يالتملسسو ما كم للملس أي شيء من رمضان جبتو وانجلو سايم مارلت رمضان يتعبسو الله كرحمة يارك أبلو جبريل دعاء سيادرك نبي آمين بنو علنا عندنا جزئ سنتنا سنت سومني وتشالو كسوماتشو وهاتم رهب كسنتنا سنت دمو ليلة ميكومو سو تشالو ليلة كما كوماتشو مية ترفوت زين بلو إنكلف ما تعطنا وكتبوا له سوتش ندان هون أستجع قرأتشنا نمتنك كاكي بتمو الله بتملكو بنا برج ملك عمله ما له ثنو على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جادب.